يقول هل يجوز مسح المصحف المترجم باللغة الأجنبية على غير وضوء؟ نعم، هذا كتاب تفسير ما هو مصحف، هذا كتاب تفسير، تفسير يعني ترجمة معاني القرآن، أي ترجمة تفسير القرآن، هذا كتاب تفسير لا بأس أن يمسه وهو على غير طهارة مثل سائر الكتب. إنما المصحف هو الذي لا يمسه إلا على طهارة.